إلى الناشط الإعلامي إياد كوري مراسل شبكة شام يحدثنا عن أهم وآخر التطورات الميدانية في إدلب الخضراء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بالنسبة لآخر التطورات الميدانية في محافظة إدلب لهذا اليوم، فقد تعرضت بلدة كورين قبل صلاة الجمعة للقصف من حاجز معترم، حيث أدى القصف إلى ارتقاء شهيدة وإصابة باقي أفراد عائلتها بجروح بليغة، فضلا عن الدمار الذي خلفه القصف في المباني. وفي جبل الزاوية تعرضت قرية مرعيان للقصف بقذائف الدبابات من حاجز القياسات، كما تم القصف براجمات الصواريخ من حاجز كفر باسين على ناحية التمانعة، وشنت الطائرات الحربية غارة على الطريق الواصل بين ناحية التمانعة وبلدة الإخوين في ريف إدلب الجنوبي. نبقى في ريف إدلب الجنوبي، فقد تعرضت حافلة المسافرين المتجهين من إدلب إلى لبنان، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل شبيحة معان العلويين والموالين للنظام، مما أدى إلى استشهاد 4 نساء وسقوط عدد كبير من الجرحى. بالانتقال إلى ريف إدلب الشمالي، فقد قامت كتائب السوار بقصف معاقل الشبيحة في بلدتي كفرية والفوعة بقذائف الهون من العيار الثقيل، وتم تحقيق إصابات مؤكدة في مقرات الشبيحة. كذلك قاموا باستهداف العديد من قوات النظام بالقناصات والرشاشات الثقيلة، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم. فيما تم استهداف مطار تفتناز العسكري المحرر بغارة جوية من الطيران الحربي. بالانتقال إلى مدينة جسر الشغور، فقد تعرضت قرية الغسانية للقصف بالطيران الحربي، مما ألحق دمار كبير بالمباني، وشهدت القرية حركة نزوح كبيرة جراء الغارة عليها. وتم استهداف قرية الناجية برجمات الصواريخ، موقعا عدد من الجرحى، بعضها حالاتهم خطرة، فضلا عن دمار كبير في المباني السكنية. بالنسبة للمظاهرات، خرجت عدة مناطق للتظاهر بعد صلاة الجمعة في جمعة أطلق عليها اسم أطفالنا يموتون بالبراميل والمفخخات، نذكر منها كفرنبل وكلي وسلقين. هذه آخر التطورات في محافظة إدلب لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الزملاء المراسلين والناشطين الإعلاميين، ونتحول من الأخبار.